نعم محمد، كنت سألتك عن الوضع لديكم في جازان والحدود، ما هي آخر الأوضاع الموجودة لديكم الآن على الأرض؟ نعم، أنا حاليا في مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بجازان. الوضع الآن الذي يعني يسيطر على الشريط الحدودي هو الوضع الهادئ نوعا ما، ويتم تأمين الحدود بشكل جيد من قبل جميع القوات المشتركة. طبعا هذا الوضع الهادئ هو نتيجة لضعف قدرات القوات المعادية نتيجة العمليات الدفاعية التي تقوم بها القوات المشتركة على الشريط الحدودي. معنا الآن في هذه الدقائق من مركز القيادة والسيطرة العقيد إبراهيم مشراحيلي، رئيس قسم الخطط بإدارة العمليات في مركز القيادة والسيطرة. أهلا بك. أهلا أهلا سهلا. بداية، كيف يتم سير العمل الآن بالتعاون مع جميع القطاعات والقوات المشتركة من أجل تأمين الحدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مرة أخرى في مركز القيادة والسيطرة بحرس الحدود بمنطقة جازان. نحن نتابع أعمال الدوريات في المنطقة الحدودية من خلال أجهزة الاتصال مع القطاعات والمراكز والنقاط، ونحب أن نطمنكم ونطمن الإخوة المشاهدين أن الوضع كما ذكرت في المقدمة مطمئن جدا، وأن القوات المشتركة تؤدي واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، وأن كل محاولات العدو بالاقتراب من الحدود تقابل بقوة وحزم من قبل القوات المشتركة، وحدودنا آمنة ولله الحمد. ما هي أبرز الآليات يعني المتخذة من أجل يعني ضبط الاتصال والتواصل بين جميع القيادات من خلال مركز يعني القيادة والسيطرة هنا؟ أهمية هذا الدور في التواصل وبالتالي ضبط العملية الأمنية لحماية الحدود؟ الحقيقة أنه مركز القيادة هو حلقة الوصل بين الدوريات الميدانية والقيادة في حرس الحدود. نمرر جميع البلاغات عن الأحداث التي يتم التعامل معها من قبل الدوريات، سواء مشاهدات أو تعامل مع المعتدي. نستخدم فيها أجهزة الاتصال اللاسلكية وأيضا أجهزة الاتصال الهاتف في القطاعات التي تتوفر فيها الاتصالات. أي حدث يحدث يتم تمريره عن طريق الاتصال من الموقع، ومن ثم تمريره بالأجهزة التمرير للمديرية العامة لحرس الحدود. إبراهيم أبكر أشرحي لي، شكرا جزيلا لك، رئيس قسم الخطط بإدارة العمليات. نعم الزميل وليد، هذا ما لدينا حتى الآن من مركز القيادة والسيطرة، ونحن معكم على تواصل بإذن الله في أي جديد. نعم. على الشريط الحدودي في منطقة جازان. نعم محمد عبد، سنتواصل معك في النشرات اللاحقة بإذن الله إذا كان ما هناك أي تفاصيل تهم المشاهد. شكرا لك محمد عابد، كنت معنا من الشريط الحدودي للمملكة، شكرا جزيلا لك.